وفزعت لك على الصورة هذه بيت الحكمة، أجمل التوجيهات وأحلى القصص. والله هذه في أي جريدة ومتى كانت الطبعة هذه؟ طبعا هذه من أكبر الصحف في المملكة العربية السعودية اللي هي صحيفة مكة. من أقدم الصحف. آه؟ ومن أقدم الصحف. لا مو من أقدم الصحف، هي جديدة الصحيفة. هي من الصحف هي آخر صحيفة دخلت السوق السعودي ودخلت بقوة. هي مو بهي اللي كانت قديمة ثم أعيدت؟ لا هي الآن دخل مكة هي. لا لا هي إصدارها جديد الآن، لكن أصلها كان الندوة. هي كانت الندوة تقريبا. كانت الندوة. هي تقريبا الآن هي الآن يعني آخر صحيفة ورقية دخلت بالشكل ده. خلينا في صلب الموضوع. نعم، وترتيبها الأول في الإنفوجرافيك في المملكة العربية السعودية. هنا هذا الكاتب محمد عبد الرحمن القبع طبعا يتكلم عن، يقول أنا كنت جالس في البيت وجلست مع الوالدة وكل يوم تعلمني فواز سوى، أبو حمود سوى، كنت من هذولي، قالت هذولي بيت الحكمة وتابعت بيت الحكمة ثم وجدت في أشياء جميلة، فكتب الجمال كله هنا في بيت الحكمة، فقدمنا له دعوة بيجينا يوم الخميس في قلب الحدث وبيجي يسوي تغطية من بيت الحكمة، وطالب إنه بيت الحكمة يقول له يوم السبت الموظفين ما يشوفونه ما يشوفون طول الأسبوع، فيبغى يوم السبت زيادة، فكتب أشياء جدا جميلة، وهذا نجاح للبرنامج ككل وللإدارة البرنامج وللآباء أيضا، والحمد لله والشكر. وهذا التميز والدعم أتى بعد الله سبحانه وتعالى ثم بعد متابعتكم ودعمكم لهذا البرنامج. نعم.